بسم الله الرحمن الرحيم. اسم الكريم ولاد زينة عبد الغني، رئيس المرافق العمومية الخدماتية بجامعة قروس. سيد غني، اليوم كانت عندكم الدورة. إيه نعم. تكلمنا على الدورة كي دارت والمخرجات ديالها. الدورة دوك النقاط اللي حطت هذيك السيدة ماشي هما عرفناها، ما غاديش تخدم الصالح العام. ما غادي تخدم الصالح العام، انه كاين النقط اللي حطت في 22، كاين النقط اللي حطت في 23، كي هادو اللي حطت ما شناش عجبين ان الصالح العام للمواطنين. يعني ما كاينش جديد؟ لا ما كاينش جديد، يلاه هي تصوت على شي حاجه، صوت على هذيك النوبه وعطات هذيك ثاني نوبه اليوم تصوت عليها، وشي حاجه راه ما كايناش. هذيك السيده ولكن النقاط اللي كتحطوا في 22، قلتي في 22 عاودت في 23 عاودت في، يعني واش ما كيتنفذوش ما كيخرجش على ما كاين تنفيذ؟ وتقول شي حاجه لا كان شي تنفيذ تجي ونديروا لجنه ونمشيو ندورو وتقول لنا هادي راه درنا هادي راه فهمنا، ما كاينش. وقفت لينا المازوت نتاع 22، وقفت المازوت نتاع 23، لي زومبيلانس راه هما واقفين، الكاميوات واقفين، المتارين واقفين، بحال ديالهم تما حنا شركة. يعني الدور ديال المجلس ما بقاش؟ ما بحال ما كاينش، ما كاين لا دورات المجلس ولا والو. وصوتوا على شي نقط من هاد النقط ولا ما صوتوا على والو؟ انتوا عليه جيو اليوم وتقول صوتنا على شي حاجة. ما صوتنا لا على حتى شي حاجة. يعني كلشي رفضتوه؟ كلشي رفضنا عليها. انا تنشوفوا يلاه حتى هاد السيدة تدير، وربما الله أعلم أنا شكيت تدير المصالح ديالها. مصالح المواطنين راه ما كاين. راه حنا راه ورقة بيضاء على حبر. راه ما كاينش. ما كاين لا عضو ولا عضوه ولا والو. هذه السيده غسله علينا يديها وشادفه علينا، وحنا المواطن دير ثقته فينا. نهار 8 شو تندير؟ صوت علينا ودار فينا الثقه باش نخدموا ليه الصالح ديالو. اذا ولينا صبحنا قدام المواطن ما ساويينش. وسيدنا نصره الله، الله ينصره، تيلح المنتخب باش يخدم مع المواطن، ماشي يهمش المواطن. سيدنا الله ينصرو راه تيلح بهاد الهضره وكل خطاب بين المنتخب. سيد غني، انتم كاعضاء في المجلس ديال جماعه بروسق اللي مرحمنا، شنو الرساله ديالكم؟ الرساله والمطالب ديالكم؟ الرساله تنوجهوها للناس المسؤولين، تنوجهوها للسيد العامل، وتنوجهوها الى كان سيدنا توصلوا. هادشي اللي تنطلبوا. احنا ما رضيناش باش المواطن بدا يشوف فينا شي شوفه خايبه. احنا راه بينا المواطن نتعاونوا معاه، نجيبوا نخدموا معاه في الاناره. راه والو ثلاثه الحوايج اللي بغى المواطن، ابغى الاناره والماء والطريق. جاتنا ما هو والو. جاتنا بعد الساكنه في دوار ولاد شريف انه اكثر من شهرين هذه او ثلاث شهور هذه مقطوع عليهم الضوء. قضيه الضوء كل شيء من عندها هي ولات كل شيء حابسه. انا بالنسبه انا رئيس لجنه المرافق اللي خصني ندور ونخدم. انت اللي مكلف السيد غني بالاناره العموميه؟ انا اللي مكلف العام الاول فاش دخلنا راني تجنات شهادات المواطن، تندور بموتوري، ما تتعطيني ليسانس لا هادي، ما راضيش باش نقول عندها شي حاجه من جيبي. إن عندي أنا حق المواطنة الحمد لله. أنا مواطن وتنغير على المواطن وتنغير على الفقير، إنه أنا فقير يا صناعي، أنا معلم صناعي تنخدم بيديا، وتضربني الغيرة على البلاد، إنه داروا فيا الثقة. هاد السيدة راه ما قابلهاش. وشنو المخرجات ديال الدورة؟ المخرجات الدورة راه انتقمت مني، طلبت السيتيرنا، طلبت الشوفور باش يدي السيتيرنا لشي ناس عندهم واحد الفرح في دوار عباس. قالت لي واخا، قلت لها راه المازوت انا اللي بغيت نشريه من عندي. بالنسبة تتقول لي الجماعة ما فيها ما عندها مازوت، انا بغيت نشري المازوت الي وروتور.
ويدي المال هذوك الناس. قالت لي قدام الاخوان، واخا لما خرجت وصلت دخلت لمراكش عيط عليا الشيفور، قال لي راه قالت لي ما تديش، إذن هذا ولا انتقام. هاد السيده راه ماشي بغات تخدم، ولا تبغات تنتقم من الاعضاء. علاش؟ لا مالي اللي ما نصوت ليها، علاش بغيت نصوت ليك؟ نصوت على الظلم، نصوت للصالح العام. والصالح العام ما بانلكش؟ اه ما بانلياش. انا ما بان ليا، وانا انت نقولها، انت نقولها ونعاودها. الرساله للناس المسؤولين الله يجازيهم بخير، يعجلوا لنا بهذه القضيه هذه، على قضيه الاشغال نتاع هذه الجماعه. بينا راه ثلاث سنين راه بالسلامه والعافيه، راه ما بقى لها والو تكمل، وندخلوا في ثلاث سنين الاخرى ما غادي نديروا والو. الى بقى هذه القضيه هذه هكا راه ما غادي نديروا والو. لما نهار نجيو لعند المواطن اشنو الوجه اللي بغينا نعطيوه؟ ما غادي ما عندناش الوجه. راه يقدر هذاك المواطن لا سبك ولا شتمك، راه من حقه المواطن اون فوا كتكون الدوره كيتسنى المخرجات. اي خصو تيتسنى. يعني انتم ما عندكم ما تعطيو للمواطن دابا؟ احنا ما عندنا ما نعطيو. شكون هو الامين بالصرف؟ هو الرئيس او الرئيسه. ونزيدك واحد قضيه الجماعه بعد الجماعه، انا تنقولها ونلح بها، الجماعه سايبه، الجماعه ما تيجوليهاش الموظفين، الجماعه تيكونوا فيها جوج الموظفين تاع عقود الزياد، وهذاك مدير المصالح اما يجي اما ما يجي، وتتبقى هذيك الجماعه. مدير المصالح هو التقني سابقا؟ هو التقني، هو التقني. راه ما كاين. كنا شفنا واحد الفيديو كان تنشر في مواقع التواصل ولا ما عرفت ربما، بانه الجماعه كيدخلوا ليها كيلقاو كلشي خاوي. لقاوها كل خاويه، حتى دوك ما ينعقد الزياد ما كاينينش. غير هذاك النهار. والمهم دائما انا مني شفت هذاك الفيديو لغت ليه مشيت ليه، وما كاينش اللي يماثل معايا الهضره. هادشي اللي كاين. الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا. سي الشرادي، انت شوف سي الشرادي، انت عضو مجلس ديال جماعه بوروس، تكلم لنا شويه على الجماعه عفاك، لانه احنا عارفين بانه انت ما كنتش في الدوره اليوم. كان السي عبد الغني هو اللي كان تكلمنا على قريب، انت تكلمنا على الجماعه بصفه عامه، شنو هي المعاناه اللي كاينين عندكم انتم كاعضاء في المجلس الجماعي؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. احنا خويا في هذه الجامعة. رفع صوتك عافاك، رفع صوتك شوية. دخلنا في ستة سنين الماضية، عاود نزلنا ثاني في هذه ستة سنين أخرى، حنا ضاربين فيها دابا، حنا غادي في ثلاث سنين دابا. كاين شي حاجة شنو كيبان ليا؟ الأقوال تتكون فعال ما تتكونش. الأقوال؟ الأقوال يعني الكلام كاين والفعال ما كايناش والتنفيذ ما كاينش. التنفيذ ما كاينش. أنت كمرشح ديال الدوار، شنو الدوار ديالك؟ الدوار ديالي كان طلبنا واحد القنطرة. لا لا لا، الدوار ديالك اسمي الدوار ديالك؟ ديالنا دوار غوال الفوقاني. غوال من الفوقاني، شنو هما المصالح اللي قدمتي انت في العهد ديال هاد؟ اش عاد نقول لك الحلم ديالي انا؟ بالنسبه لي انا كانت عندنا الطريق كاع ما كدوش، ولات الجمعيه ديال الشاحنات، كتسمى جمعيه الوفاق تاع الشاحنات جامعه بوروس، هي اللي خسرت واحد المقدار ديال المال باش صوبت هذيك الطريق. وهذيك الطريق يعني راه تلقى الميكرو عافاك سير. هذيك الطريق راه ولات الحمد لله ولات دوبت. بقات لنا واحد القنطره، قلنا نديروا واحد القنطره باش كاين شي كاميوات كاينين الدوار مفروق على جوج، واحد الواد داز من الوسط. كان طلبنا قلنا باش نديروا واحد القنطره لهذيك، درنا لها الاقدر ديالها الثمن ديالها، صوتنا عليه الاعضاء الله يجزيهم بخير، صوتوا عليه. مشات هزت هي هذيك سميتها، دارت واحد الدراسة ديال هذوك القناطر، أربعة القناطر. هذه السيدة الرئيسة؟ إيه. دارت داك السرد، حطتهم عندها من 2020 وهي محطوطين الآن. من 2020؟ 2020 هي باقا دابا داك الشيء راه ما كاين منه والو. لهاد العامين.
هاد 2000 يعني هاد العهد الجديد الولايه الجديده اشنو شنو شنو بان لك فيها؟ ما بان لي حتى شي حاجه فيها والو، البلوكاج راه مبلوكي كل شيء زادي، وكاع هاد العام اللي دازت ما دار فيه حتى شي حاجه. المجلس الجماعي ما قدم والو. شوف عشان ما قدمت والو، حنا درنا ناضت كي داز الانتخابات غابت واحد 3 شهور ما بقات جاش، حتى درنا واحد الشكايه للسيد العامل. شنو سبب الغياب ديالها؟ ما نعرف فين غابت، الله هي كتقول لك غابت خرجت لبرا ولا خرجت لمالي ولا خرجت. المهم حنا ما عرفناش فين خرجت. المهم الجماعه تدرنا الشكايه للسيد العامل، السيد العامل دار لها واحد الاستفسار قال لها خاصك تجي. المهم ولات جات قعدت ثاني قعدت قالت لك راها مريضه ثاني ما كتجيش. المهم الجامعه شحال نقول لك، الجامعه خويا غاديه في الظلام، اش نقول نكذبوا؟ الجامعه غاديه في الظلام، غاديه في الظلام، ما غاديش يعني حنا بغات الناس يصوتوا عليها هي والمدير ديال، واش المدير ديال 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 ديالها المدير ديالها ديال ديالها هي ماشي ديال الجامعه. بالنسبه لينا حنا كنقولوا المدير ديالها لانه هو مدير ديال هذاك مدير المصالح. يلاه تدير هي وياه داك الشيء اللي كدير هي وياه، ما كاينش اللي يعلم عليه ابدا، ما تنعرفوش لا لا قليل ولا كثير ولا والو. المراه ديالو دايرها موظفه، حنا 8 سنين وحنا تما في الجامعه ما عمرناش لنا حتى لهاد الايامات. الناس ولاو الاعضاء ولاو تيغوتوا على الرئيسه اللي ولات قالت لك ها راه درت لي انا واحد استفسار باش تجي الجماعه اللي جات في هذا الشهر هذا. 8 سنين هذه عمر ما جات تتخلص. يعني يعني مرت مدير المصالح، غير المصالح موظفه و 8 سنين موظفه و 8 سنين ما عمرناش شناهاش. 8 سنين عمركم شتا دوزتها وعاود ثاني زدت عامين تناضوا الاخوان تيديروا تيغوتوا على هذا المشكل اللي ولات هي ولات جات لاحقت للجامعه. ولحد الان راه باقي هذاك الشيء وكاين خروقات كثيره، وراه كتبنا الوزير الداخليه وكتبنا العامل وكتبنا الرئيس. اعطينا عفاك السي الشرادي شي خرق من الخروقات. واحد خرق من الخروقات اخويا اش عاد نقول لك، هذاك الشيء اللي كان كنصوتوا عليه ما تنعرفوش فين تيمشي. الماتريان جابت شي ماتريان كيقولوا لنا حنا، هي كانت قالت كا واحد الجمعيه اللي بغات تجيب لنا هذاك الماتريان، قلنا ماشي مشكل. جابت الماتريان دارت لي 109 الملايين عطاتها لواحد الجمعيه، هذيك الجمعيه اللي شدت هذيك 109 الملايين ما عرفناش، تنطلبوا لها الوثائق باش تعطينا الوثائق باش الشركه هذه، تقول لك ما عنديش الوثائق، اعطينا شي وثائق باش مشات هذه الفلوس وباش هذه ما كاينش. يعني الماتريال اللي شرات من انتم ما عرفتوش المصدر ديالو؟ ما عندنا ما نديروا به، ما عندناش ما نديروا بهذاك الماتريال، راه قاعد تضيع فيه الشمس وما صالحش. قليله 109 المليون، 109 المليون داتها غير الجمعيه، هي الجمعيه اللي كاينه في ولاد منصور اللي كاينه. حنا تنطلبوا لها فاكتورات ما عطاتنا لها فاكتورات لا والو. الماندا ديال الاعضاء ديال هذيك التعويضات اللي تتعطى في من شهر لشهر 2022 شهر 12 لحد الان مازلنا ماشي ديال 2022 لحد الان مازلنا ماشي لنا منها. شنو الطلب ديالكم السي الشرازي؟ الطلب ديالنا كنقولوا هاد الناس المسؤولين الله يجزيهم بخير يشوفوا لنا شي حل لهاد السيده هادي، باش المواطن كيضيع، باش مابقاش هاد المواطن ضايعين، واش ما يبقاش هاد المواطن قاعدين في القاع في هاد. وحنا في ازمه دابا، ازمه الماء وازمه ديال والزلزال وكاين كل شيء غالي، البهايم كيضيعوا كل شيء، الناس راه ومجال السكن حتى هو ترعرع، شحال ديال السكن ترعرع للناس. المهم راه الناس واحد المشكل كبير. وحنا زدنا حنا ديال الجماعه هي راه زدتو، تنطلبوا الله من المسؤولين يشوفوا لنا شي حل لهاد السيده هذه باش نشوفوا. هذيك السيده راه ما قاداش تخدم على هذا الشيء، راه ما يمكنلهاش. سمحنا السي عبد الغني، السي الشرادي قال واحد بانه مدير المصالح التقني سابقا انه عنده مراته موظفه و 8 سنين ما شفتوها، واش انا عام هذه الولايه اللي دخلت انا ما عمرني شفتها وما نعرفهاش. انا ما تنعرفها. وموظفه تما؟ ايه موظفه. وتتشد التليفون وشاده؟ ايه موظفه، شاده كاع المنزومات ديالها، قبطه التليفون قبطه وما تجيش. ما كتجيش؟ لا ما تجيش. الجماعه كلها، الجماعه كلها راه عارفه، لا المواطن لا العادي ولا البادي. اوه هذاك الشيء راه حرام، راه هذاك الشيء راه انسان تياكل هير. يعني انتم كاعضاء ما واش ما هذا الشيء سبق لكم تكلمتوا عليه ولا عمركم ما تكلمتوا؟ دورنا وتكلمنا وكتبنا
وما خلينا ما درنا والو. تيقول لنا ضربوا راسكم مع الحيط. هذا المسؤول ديالها هو راجلها. ويمشي للمقالي ويمشي يديروا شي اه على الموظفة. اي على مرتو على مرت العود مرت المدير مرت المدير ديال الشرطة. لا عطا الله هو هذا. حنا تنطلبوا من المسؤولين ينصفونا وينصفوا المواطن. لا اخص المواطن هو الاول. تم بالحق. نطلبوا الله تبارك وتعالى يحكم بالحق على الشيء اللي كاين هو هذا. نطلبوا الله تبارك وتعالى يعطي للناس شي حد اللي يصوب بهم واحد الصوبه تكون. وحنا ما عادش نعموا نقولوا كل شيء ما مزيانش. كاينين الناس مزيانين، كاين الناس قايمين بالجماعات، كاين الناس واقفين على الحق وحق الحق المواطنين، ولكن بحال هاد السيده هادي راه ما يمكن. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.